الاهلي وبايرن ميونخ في صحافه اليوم في جريده الاخبار قبل مواجهه هوينوت في نصف نهائي كاس العالم غدا. الاهلي يفتح صفحه البايرن بابتسامه عريضه. موسيماني: لو فكرنا في البافاري جيدا لن ننام. مرتجي يحل ازمه الشناوي وكهربا يحيي اعياد الميلاد. في هوينوت الموضوع ده فكرني بقصه طريفه جدا. انا كنت زمان احب اتفرج على الملاكمه والحديد. فكان في فرقه تشيكي جايه تلعب ملاكمه، كان عندنا بطل وزن تقيل بتاعنا اسمه طلعت الدهشان. بالنسبه لنا طلعت الدهشان ده كان في توت الملاكمه وكان ما بيخسرش. متعادلين والوزن بتاعه في الاخر اللي يكسبه هيشيل يعني اللقاء. الولد اللي نزل قدامه بلا مبالغه 2 متر كتله عضليه، الدهشان بيبص له كده. فانا ضحكت طبعا وقلت يا دي الخيبه، حتى الماتش اللي احنا مستنينه يحسب. انما شوف لما تبقى عارف مكمن قوتك فين ومكمن قوته فين وتحاول تتفاداه. الجونج ضرب، لقيت لك طلعت الدهشان ده لابت في بطن الراجل. الراجل مش طايله والله، وتك تك 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 لقيته وقع الجبل ده. عايزين نلبس في بطن البايرن بوخ. لا استنى، واي نوت حاجه تانية برضه. ليه لا؟ يعني ماتش الاهلي وريال مدريد، جمله جوزيه الشهيره النهارده لو هو بيقول للعيبه احنا لو قابلنا ريال مدريد 100 مره هيكسبوا كم مره؟ 99، واحنا نكسب مره هي دي، خلوا المره هي دي اللي هنكسبها. وحصل، وهي كانت دي الجمله، خلوها هي دي المره. ولو البايرن هيقابل الاهلي 100 مره وهيكسب 99 ان شاء الله تكون المره. والنبي يا بايرن خليها المره دي. خليها المره. انا ما قلتلكش النادر اللي عاملينه لاسامه حسني بلاش بره الهوا. طيب ماشي. الاهرام: الاهلي يواجه بايرن ميونخ بتحدي القوى الدفاعيه، دي الكابتن اسامه اشار اليها. بنون يتماثل للشفاء، ثلاثي ارتكاز، قمصان يصف المباراة بالتاريخية، جلسات لدعم اللاعبين بقيادة الشناوي والحاوي، وتعهد بتقديم مباراة تليق ببطل القرن. القوة الدفاعية اللي انت اتكلمت عنها غير مسموح بالهفوة. ده مستوى الافراد. بس خلي بالك ان الدفاع مش افراد الديفنس. الدفاع كتلة الفريق. بالظبط زي ما انت قلت. يعني ازاي انت كمان ما تجيبليش واحد مرتاح وبيواجهني؟ يعني هو اخطاء الدفاع عاده بتحدث امتى؟ لما الناس تروح تواجهه بشكل مباشر. لكن لما تكون اخطاء الدفاع مطلوب الدفاع انه يجري يقطع كوره لانه ما فيش حد بيجري بيواجهه بشكل مباشر، لازم يبقى في عده فلاتر بين خط الدفاع الاخراني ده. بيبدا من اول الهجوم، من يعني اول الهجوم. ولذلك ناس كتير كانت بتقعد، انا بشوف ان التشكيل بيبقى مبني على فلسفه الاداء. مش مين اللعيب اللي اسرع ولا الاقوى ولا الاحسن، والسيناريو اللي الكوتش متوقعه. فانتوا عشان كده بكره ما تجتهدوش قوي فيه، ما تجدوش نفسكم في معرفه التشكيل، لان هو هيلعب بالتشكيل اللي يخدم تكتيكه. صحيح. طيب، الجمهوريه قالت قبل مواجهه البايرن في نصف نهائي المونديال: حائط خرساني للاهلي امام الطوفان البافاري. حائط خرساني امام البافاري. استحاله. لو انت بتفكر انك انزل العب من الدقيقه واحد لدقيقه 90 مش هتقدر. استحاله، يعني هيخش فيك اهداف كتير. لكن انت النهارده بتنزل بلعب لعبي، وقت وكره مش معاه وكره معايا وبهاجم، في ناس ليها ادوار ورا، في ناس ليها ادوار دفاعيه. لازم يبقى خايف منك طبعا في المساحات اللي هيسيبها لك. لازم يبقى عندك، يفاجأ ان عندك النوعيه اللي ممكن توصل لجونه. طب في الحالات دي مش هيقدر يضغط عليك بشراسه زي ما بيقول، خاصه لما بتلاقي الفرق الكبيره بتلعب بايرن ميونخ. استحاله برضو هتلاقي في مساحات. عكس مباراه الدحيل. يعني الدحيل كان كلهم ورا الكوره فعاملين تكتلات دفاعيه بشكل كبير. البايرن هتلاقيه بيدافع بس مش طول 90 دقيقه، فهيظهر برضو مساحات للنادي الاهلي تقدر تستغلها، ممكن تشتغل فيها. لكن الاهم بكره للنادي الاهلي وانت بتهاجم، في ناس عندها واجبات ورا، انك انت لما كرة بتفقدها وهو بيتحول بسرعه بتلاقي عندك الكثافه الدفاعيه في الوقت ده. تمام. المسا قالت الخطيب للاعب الاهلي: املنا فيكم، الله يخليكم. جمهور مصر ينتظر الكثير من ابطال من بطل افريقيا امام البايرن. موسيماني يضع سيناريوهات ايقاف الماكينات واتجاه للبدء بكهربا وشريف وتغيير في التشكيل.
خطيب عنده دعم كبير للعيبه ومعاهم لحظه بلحظه يا كابتن اسامه. في مين اذا كان في واحد في مصر تهمه الماتش ده؟ هو كابتن خطيب. هو كابتن خطيب صحيح. الله ده رئيس النادي وحاجات كتير بقول لك كان يعني قاعد مشغول يعمل لائحه تتناسب مع الحدث. فما بيسيبش حاجه للصدفه. يعظم حوافز اللعيبه اكتر. مش سايب حاجه، بيفكر في النتيجه دي والنتيجه دي والنتيجه دي، في دوري انا فين؟ عشان ما يجوش بعد ما يكسبوا هتعملوا لنا ايه؟ صحيح. يفاجئوا ان كل شيء معمول حسابه. صحيح. فانت اللي يفكر كده لا، عايز يتوقع ان فرقته مش هتخذله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. جريدة المسا شادي محمد قبل المواجهة المرتقبة، مفيش مستحيل عند الأهلي. نصيحتي للاعبي الأحمر استمتعوا باللعب، نفذوا فلسفة مانويل جوزيه. هي ثابتة كده يعني؟ هو النقطة اللي كابتن عادل قالها وأنا كنت بقول له ده أنت يعني أحسن مدير فني. النقطة دي ما تقدرش تجاريهم في لياقه بدنيه. حتى هو لعب من يومين، ما تقدرش تجاريه في سرعه وقوه، لكن ممكن تفوقه في حته الاستحواذ، انك انت تقدر تسيطر على الكوره. ده اللي يكسر له الريتم بتاعه. كهن الكوره. ايوه، انك انت تبقى كهين في الكوره. بص الكهن ده بقى الفن قديم. يعني انك انت تلعب بالحاجات اللي ايه، زي طلعت الدشان كده، تتصرف في حدود امكانياتك، بس ايه بالحاجات المؤثره. قالت كمان المسا الارقام تسمح للاهلاوي بمناسبه البافاري، ثلاثيه للاحمر وثلاثيه لبطل اوروبا والفائز الى منصه التتويج، على انه الفرقتين السنه دي عاملين نسبه 100% من البطولات اللي شاركوا فيها حتى الان. شكل متشابه. صحيح. دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا. صحيح. الاخبار المسائيه قالت جلسات الشحن، الاهلي جاهز للبايرن بسلاح التاريخ الجديد، موسيماني يغير طريقته ومسحه جديده للفريق. يغير طريقته، هل من الوارد ان الكوتش يغير طريقته ولا ممكن يغير اسلوب اللعب؟ لازم يغير اسلوب اللعب. لا، ما كل ماتش مش هيلعب زي ما لعب قدام الدحيل. يعني ازاي يعني؟ هو دوافعه في الدحيل مختلفه. صحيح. لكن ممكن يقتبس بعض الشيء بعد ما جاب الجول. ايوه. للاخبار المسائيه سامي وصام بيقول لك نرغب في صناعه التاريخ. طبعا طبعا، مباراه تاريخيه لكل اللي بيشارك فيها بالتاكيد. في الاهرام المسائي الاهلي خداع استراتيجي وتنويم مغناطيسي. موسيماني في حمايه في تاكيداته مع الخطيب، احتواء ازمه من نحن، وبيتسو يراهن على اللعبة التقليدية وصن داونز نموذجا، والمدير الفني للمسؤولين احترام المنافس طريق المفضل للفوز. التنويم المغناطيسي واضح إشارة لأسلوب بيتسو موسيماني تجر انه هدي اللقاء. لكن ايه ازمة من نحن دي؟ ولا حاجة. يعني ايه ازمة من ده؟ الجملة اللي يعني الناس تخيلتها في المؤتمر لما موسيماني بيقول يعني بايرن ميونخ كسب برشلونه 8، يعني احنا فين او احنا مين بالنسبه له؟ هو ممكن بيقولها كده بيرفع الضغوطات عن اللعيبه. لكن استحاله بيكون في مدير فني هو في ايه لعيبته يقول لهم الكلام ده. لا، ده بالعكس بيشحنهم وفي دوافع. لا انا خدتها منه ان هو بينيمهم يعني. لا بس خلي بالك النهارده كابتن عدلي مكسب تيجرز المكسيكي النهارده قلبت الاوضاع طبعا. صحيح. خلي كمان بايرن ميونخ لا يعني مركز بنسبه 2% في المباراه. صحيح. كمان في الاهرام المسائي اسرار الساعات الاخيره في معسكر الاهلي، محمد شريف رايح جاي، الجهاز المعاون يضغط لاشراك، وحفله خاصه للمهاجم. هو ده كان عيد ميلاد محمد شريف، ما كانتش حفله خاصه. وما اعتقدش يعني الجهاز المعاون هيضغط عشان يشرك محمد شريف خالص. يعني كان هو والاستاذ طارق قنديل كمان يعني عيد ميلاد دي مجموعه الاخبار اللي هي بتبقى حليات يعني. طيب في المصر اليوم، الاهلي يقدر، الجماهير تحفز اللاعبين قبل مواجهه بايرن ميونخ، ومكافئات خياليه في حاله الفوز. موسيماني يدرس اللاعب بثلاث محاور ارتكاز، المدير الفني مهما درسنا بطل اوروبا فالمواجهه صعبه. لا يا صعبه صعبه طبعا. اقصد احنا يعني ده مش كلام كانه بيفاجئنا بيه. ان ما قالش كده يبقى مش واقعي. يعني ما ممكن يلعب بثلاثه ارتكاز ولا هو دي رؤيته؟ في التدريب عمل ثلاثه. وفي التدريب عمل اثنين.
فما نقدرش نقول هيلعب بايه او نجزم بكره هيلعب باسلوب ايه او بتشكيل مين. أيه. اكيد هو مستقر عنده بنسبه 60% على بعض العناصر بس ما يعني ما بانتش في التمرين او حتى التمرين الاخير النهارده او امبارح حسم امره بنسبه 3 في نص الملعب او 2. جرب الاثنين، جرب الاسلوبين والطريقتين وحفظ للعيب. وممكن يكون في بعض الفترات هيلجا لديت ممكن طب يعني مش بالضروره ممكن. يبدا بيها لكنه يعني يشوف قد يحتاج ليها بعض الفترات. احنا تقريبا لمينا كل الادمغه سواء على السوشيال ميديا او بالنسبه للناس اللي يعني رشحت ولخصنا الاحتمالات، لكن مستحيل دلوقتي تقدر تعرف ايه اللي في دماغ موسيماني. ما هو المباراة اللي فاتت لعب بالأسلوبين، يعني لعب في بداية المباراة 3-2-4-2-3-1 وقلبها في الشوط الثاني لثلاثة، فإذا هو يعني الأسلوبين عنده ولعيبة النادي الأهلي حافظة الطريقتين سواء لعب كده أو لعب كده. ومش بالضرورة أنت بتتكلم على بداية المباراة، ما هو في أثنائها أكيد هيغير كتير حسب النتيجة وحسب سياق النتائج نفسها. طيب ده كان في مصر اليوم. في الوطن الاهلي يختتم تدريباته استعدادا للبايرن، شريف وكهربا جاهزان لنصف النهائي، موسيماني يطالب لاعبيه بالتركيز ويرفض اجراء تغيير في التشكيل. قمصان بيقول نواجه بطل اوروبا في لقاء للتاريخ وحضور الجماهير حافز كبير للاعبين. تقريبا الاهلي الفريق الوحيد اللي له حضور جماهير كبير. وهو دي برضو احد الحاجات اللي انت معتمد انها ايه جماهير تبقى بكره زي المسحراتي. ايوه مصحصح فرقتك على طول ومديالها، بس الجمهور مطالب ان مع يتعامل مع كل سيناريوهات المباراه، يعني ما تحبطش لو فوجئنا بهدف وخصوصا لو جه الهدف ده بدري، انما خليك على مؤازرتك لفرقتك عشان تقومها وتخليها. بس النهارده لفت نظري حاجه، حنان الزيلي مسؤوله اللوائح مع الفيفا قالت حاجه انه كانوا اعلنوا لغايه قبل الظهر ان نسبه التذاكر اللي اتباعت حتى الان ما كانتش عدت 10% لمباراه الاهلي والبايرن. طب ايه السبب؟ واضح انه ما كانتش اتحجزت مسبقا، وفكره ان انت لازم تعمل المسحه قبل التذكره متوقفه على عنصر الوقت، فكان الامل ان شاء الله النهارده من بعد الظهر الاقبال يزيد. كان بحس ان 4400 ده اللي اتباع. 4400 طب ده 35 او 40%. لا الاستاد 60%. 60,000 زي المباراه اللي فاتت. ايوه يحضر في حضور 13 60,000 فالمسموح به 15,000 مثلا. 15 16 15 فانت التلت اتباع. طيب لا بس الكلام ده كان على الظهر، يعني ممكن يكون حتى بكلم الاولاد اللي موجودين معانا مرافقين للبعثه من قبل الفيفا، قالوا يعني ان شاء الله ممكن النهارده وبكره هتلاقوا عدد كبير جدا من التذاكر اتباع. يعني اتباع خاصه كمان ان بايرن ميونخ ليه هنا الرابطه بتاعته هتلاقي 1000 واحد، فانت النهارده برضو اللي هتكون اكتر جماهيريه النادي الاهلي في الملعب. هو التذاكر بنفس السعر ولا ضروري اغلى؟ لا اغلى طبعا في كل دور، احد الاسباب برضو طبعا في كل دور هتزيد اكيد اسعارها. طيب الوفد الاهلي يعيد شحن بطاريه تركيز اللاعبين، موسيماني بياكد المهمه صعبه ونسعى لايقاف اسلحه البايرن، ديانج اساسي وصراع بين شريف وبولي على قياده الهجوم. يعني تقريبا كل الجرايد اختارت كل العناصر، ده بيلعب في الجورنال ده والتاني بيبدا في الجورنال التاني وهكذا. وجهه نظر، احنا قلنا الكلام ده امبارح لما استعرضنا اراء الخبراء بتوعنا لانه بيتكلموا 15 16 لاعب. هو ده بقول لك دي صعوبه ان الانسان يقول لك التشكيل ده صح وده غلط، دائما وجهه نظرك هتلاقي واحد تاني بيعدل عليه. اليوم السابع الاهلي يجهز خطه القبضه الحديديه للسيطره على نجوم بايرن ميونخ، تحفيز اللاعبين بمكافات خاصه ومسحه كورونا اليوم. الدستور الاهلي يستعد للبايرن وموسيماني للاعبين انسوا تمنيه برشلونه. لكن في مقالات الراي بقى سريعا يا باشمهندس في الجمهورية الأستاذ محمود معروف بيقول انسوا الدحيل وفكروا في المستحيل. مستحيل هو بالنسبة لناس كتير وهم التعامل مع الماتش في البداية أول امبارح غير النهاردة كان التعامل ان ده مستحيل وكله كان بيدخل في دعابات، يعني مع شوية شوية تبتدي تتعود على فكرة انك هتلاعب البايرن، فتبتدي تشوف بقى ان ممكن حتى لو الاحتمالات احنا ما احنا بنش هو البايرن مش طلع من فريق درجه ثالثه في الكاس من شهر يعني
الكورة لو عايزة تديك هتديك، بس احترمها واعمل اللي عليك. احنا محترمينها قوي. اه بس تدينا. لا يعني انت ما 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 فكرة ان انت تستمتع وتعمل اللي عليك واصل تحصيل حاصل، لا. اه خش وانت مقتنع ان هعمل اللي عليا باقصى درجة. يعني انت لو اديت الماكسيمم بتاعك هتقرب بشكل كبير منه. طيب كمان في الجمهورية طارق الادور حائط الاهلي ام طوفان الباير، وعارض طارق الادور ملاحظاته الفنية حوالين قوة الهجوم البافاري زي ما انت اشرت وحتمية التنظيم الدفاعي للاهلي، واعتقد ده الطبيعي في مباراة زي كده. يعني انا بس عايز الناس يوصل لها، لا قدر الله لو خسرنا بكره امام الباير، يعني انت النهارده حتى لو بتخسر دي في الاخر كوره. انت بتخسر امام بطل العالم، امام فريق يعني كبير جدا في كره القدم، فانت النهارده ما بتخسرش من فريق صغير، لا، وبتلعب في بطوله عالميه. لو حصل العكس وربنا كرم ووفق تبقى في حته ثانيه. فالنهارده لازم يبقى المفهومين بيوصلوا للناس النهارده، انما بتلعب قدام البايرن وبتلعب سواء في مكسبك او حتى لا قدر الله في خسارتك، انت بتلعب برضه على ثالث ورابع العالم. لكن المفهوم اللي واصل للعيبه، لا انا عايز العب، عايز اكسب، عايز اعمل تاريخ، عايز اعدي بالمباراه. لازم نفهم ان كره القدم حافله بهذه الظروف. النهارده ليفربول عمل ايه؟ بيخسر النهارده امام 4-1، بيستقبل في اخر ربع ساعه 3 اهداف. طيب مش معنى كده ان احنا بنقول يعني هذه امور مقبول، لكن احتمالات كره قدم. طيب في موقع توفا بقى الخليجي، ناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي محمد العولقي اليمني الاهلاوي الجميل كاتب مقاله بديعه جدا بين الاهلي والبايرن يفتح الله، ومستعرض الحقيقه بعرض اسلوب رائع لا شيء مستحيلا، هذا هو الشعار الذي يردده لاعبو الاهلي قبل مواجهه عملاق اوروبا، وبيقول في تقاربات كثيره جدا، شعاران متقاربان يجسدان قناعه النادي الاهلي التي ترتكز على ضروره مواصله الانتصارات. بيقارن شخصيه الاهلي مع شخصيه البايرن وازاي هم في مقاربه كبيره بينهم، لكن بيعدد المحاور اللي النادي الاهلي عليه يلتزم بها سواء من الناحيه البدنيه او من ناحيه التركيز او من ناحيه تنفيذ تعليمات المدير الفني، وبيعرض الفوارق الطبيعيه اللي موجوده بين الفرقتين، الى ان ينتهي الى انه لو الاهلي انتهج هذا النهج وحافظ على هذه الثوابت في المباراه ممكن جدا يسعدنا. لا جدي نفس الكلام وكلام واقعي. تمام. طيب ده يمكن ابرز ما في الصحافه النهارده بشكل عام.